العتبتان المقدستان الحسينية والعباسية تطلقان مسابقة للشعر العمودي ضمن فعاليات مهرجان ربيع الشهادة الثقافي العالمي 15. شروط المشاركة في هذه المسابقة: ألا يكون النص الشعري حائزاً على جائزة في مسابقة أخرى سواء كانت محلية أو دولية، أن تكون المشاركة بنص شعري واحد على أن يراعى عدم الخروج عن العمود الخليلي وشروط العروض العربية، ألا تتجاوز أبيات القصيدة 40 بيتاً شعرياً وألا تقل عن 20 بيتاً شعرياً، استخدام اللغة العربية الفصحى. يشترط أن يكون موضوع النص المشارك مستوحى من سيرة الإمام الحسين عليه السلام المباركة ومن أهداف نهضته ومن الدروس والعبر المستوحاة من واقعة الطفي الخالدة. يجب على المشارك إرسال سيرة الذاتية في ملف وورد مع النص الشعري متضمنة ما يلي: الاسم الثلاثي الكامل، مكان وتاريخ الميلاد الكامل، العنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، الشهادة التي حصل عليها، التخصص الجامعي إن وجد. آخر موعد لاستلام المشاركات هو الأول من جماد الآخرة عام 1440 للهجرة، السابع من شباط لعام 2019 للميلاد. جوائز المسابقة: الفائز الأول 3 ملايين دينار عراقي مع درع ذهبي خاص، الفائز الثاني 1,000,000 دينار عراقي مع درع فضي خاص، الفائز الثالث 1,000,000 دينار عراقي مع درع برونزي خاص، ومع الفائز الرابع إلى العاشر 500,000 دينار عراقي مع شهادة تقديرية. للمزيد من المعلومات والاستفسار التواصل عبر ربيعة@الكفيل.net أو على الأرقام التالية 0780-1677-644 و 0780-1863-241.